تعرف ان البطل الحقيقي لفيلم الناصر صلاح الدين كان فريد شوقي؟ ناس كتير ما تعرفش ان اول فيلم مصري عن صلاح الدين تم انتاجه سنة 41 واختفى تماما من يومها. المثير ان فيلم صلاح الدين اللي اخرجه يوسف شاهين مكتوب على التتر بتاعه انه من تأليف نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي ومحمد عبد الجواد ويوسف السباعي، ونجيب محفوظ بيقول ان الفيلم مفيش فيه ولا حرف من السيناريو بتاعه اللي كان مختلف تماما وبيتناول حياة صلاح الدين ودوره كوزير في اواخر ايام الفاطميين، ومع ذلك اسمه نزل على تتر الفيلم لانه قبض فلوس السيناريو اللي كتبه من قبلها بست سنين مع المخرج عز الدين ذوالفقار لوحش الشاشه فريد شوقي. وفشل المشروع بسبب هجوم الصحافة على فريد شوقي اللي كان لسه طالع من فيلم الفتوة وما ينفعش من وجهة نظرهم يقوم بدور صلاح الدين الأيوبي،